اللهم صل على محمد وآل محمد. نبارك لكم ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في 13 من شهر رجب الأصب، ونبارك لجميع الأمة الإسلامية وبشكل خاص سيدنا ومولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. ابتهاجات علوية، الحلقة الثالثة. خلف أستار الكعبة أم في داخلها؟ خلف أستار الكعبة ولد أم في داخلها؟ حاول البعض أن يبهم أمر ولادته عليه السلام في جوف الكعبة، فقال: أطل على هذه الدنيا من الكعبة وقد جاءتها أمه فاطمة بنت أسد مستجيرة بالله، فلاذت إلى بعض جوانبها وقد خشيت أن تراها عيون أولئك الذين اعتادوا الاجتماع في أمسياتهم إلى أروقة البيت أو وفي داخله، فانحازت ناحية وتوارت عن عيونهم خلف أستار الكعبة، ثم ذكر ولادتها إياه هناك. ونقول أن الكعبة لم تكن مجمعا للناس في داخلها، بل كانوا يجتمعون ولا يزالون في المسجد حولها، فلماذا تهرب منهم إلى خارج الكعبة لتكون خلف أستارها؟ إلا إذا فرض أن المراد بالبيت هو المسجد الحرام كله. أيضا أن الأستار تجعل على ظاهر الكعبة فتتدلى على جوانبها الخارجية من سطحها إلى الأسفل، فإذا قيل فلان متعلق بأستار الكعبة مثلا فمعنى ذلك أنه متعلق من الخارج، فلماذا هذا الخلط في أمور معلومة لكل أحد؟ بعض الروايات قد صرحت بأن جدار الكعبة قد انشق لفاطمة بنت أسد فدخلتها وبقيت في داخلها 3 أيام، وقد أسلفت في البداية عن الأئمة عليهم السلام بما قالوا، وهي كما في المناقب مروية عن العباس بن عبد المطلب وعن الحسن بن محبوب عن الإمام الصادق عليه السلام، وفي نص آخر عن جابر وعن يزيد بن قالب. فانفتح البيت ودخلت فيه فإذا هي بحواء ومريم وآسيا وأم موسى في داخل الكعبة وغيرهم. وقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في جوف الكعبة، وقال أيضا ابن الصباغ وغيره ولدته بداخل البيت الحرام أو بداخل الكعبة، وفي نص آخر فتح لها باب الكعبة. وقد ذكر السيد المرعشي رحمه الله في ملحقات إحقاق الحق الجزء 17 من صفحة 364 إلى 374 في المتن والهامش طائفة كبيرة من القائلين بولادته عليه السلام في الكعبة. ومن أراد فليراجع أيضا كتاب علي عليه السلام وليد الكعبة وغيرها من المصادر، ولا داعي للتشكيك والاختلاف ما بعضها. ابتهاجات علوية، كل عام وأنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.